بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سأحاول الإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله تباعا، والتي تردني عبر سواء الإيميل أو واتساب أو عبر التعليقات على يوتيوب وفيسبوك، بالإضافة إلى تليجرام، أيضا هناك إمكانية لإرسال الأسئلة. طبعا هذا الأخ يقول: أنا بحاجة لمبلغ من المال من أجل العلاج، هناك مكتب لتمويل قروض مالية مثلا يعطيك 100 دينار أو دولار وتدفع دولار واحد، هل هذا فيه شبهة ربا؟ يعني هو يسأل أن المبلغ الفائدة قليل جدا، فهل هذا فيه ربا أو كذا؟ شوفوا أحبتي في الله، القضية ليست قضية كثرة أو قلة، المبدأ، أنا كمؤمن أتبع المبدأ. الإسلام لماذا حرم الربا أيها الأحبة؟ يعني انظروا بعمق نوعا ما، هذا الذي أعطاك 100 دولار إذا لم تستطع سدادها سيحجز على أموالك، سيصادر بيتك، سيصادر أي شيء تملكه، يعني هناك مخاطر للدين. أراد الإسلام هنا أيها الأحبة أن يخفف عنك هذه المخاطر، تماما مثل الزنا. مجرد النظر ماذا يفعل؟ ظاهريا ولا شيء، ولكن لماذا حرمه الله؟ قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمرك بغض البصر مع العلم أن غض البصر لا يؤدي إلى الزنا غالبا إلا إذا تطورت العلاقة. أراد الإسلام أن يبعدك عن أي شبهة لتلقى الله تبارك وتعالى في وأنت نقي طاهر من ذنوب الدنيا. لذلك الأمراض أحيانا أيها الأحبة التي تصيبنا هي وسيلة لتطهير هذا الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام أكد في حديث صحيح أنه سيأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أصابه غباره، يعني نسأل الله العافية. طبعا أنا أعطيك قواعد أخي الحبيب، في حالة الضرورة القصوى الله تبارك وتعالى أباح لك أكل الميتة وأكل لحم الخنزير، وأباح حتى الكفر ما دام القلب مطمئن بالإيمان. قلبك يجب أن ينكر هذا الربا، ولكن أنت مضطر. فإذا الإسلام لم يترك هكذا، لا، أوجد لك حلا. أنت عندما تضطر بشكل يعني لا تستطيع الحياة معه، الأبواب كلها مغلقة، يمكنك أن يعني تأخذ من هذا القرض مع اعتقادك أنه ليس حلالا. إياك أن تعتقد أنه حلال، ولكن اعتقد أن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لم يقل لك حلال، يعني شرب الخمر لا يمكن أن يكون مباحا أو حلالا، ولكن أنت مضطر تفعله وأنت ترتكب إثم، ولكن الله عز وجل يقول لك فإن الله غفور رحيم. طيب لماذا لم يقل لك حلال مباح؟ لتكون في قرارة نفسك تعتقد أن هذا الأمر فيه شبهة، أن هذا الأمر لا يرضي الله، لذلك أنا آخذ منه الحد الأدنى لينقذ حياة طفلي، لينقذ حياة إنسان مثلا، ثم أستغفر الله. ما معنى فإن الله غفور رحيم؟ أي استغفر الله. وغالبا والله أيها الأحبة، غالبا في معظم الحالات من يلتجئ إلى الله عز وجل فإن الله لا يخذله، الله يرزق الملحدين ويرزق الكافرين. طيب أيعجز أن يرزق إنسانا يقول يا رب ارزقني رزقا حلالا مباركا كريما؟ لا يعجز. لذلك الله عز وجل إذا يعني أراد لعبد من عباده
أن تكون حالته المادية ضيقة جدا ويضطر للسلوك معين، فهذا أيضا اختبار. ولكن هناك بعض الناس يقول لك أنا لدي بيت ولكن بحاجة لمكتب، بحاجة لبيت آخر، بحاجة لرفاهية مثلا، فأخذ قرض على أساس أنني مضطر. لا، هذا ليس اضطرارا. فالعبرة أخي الحبيب، إياك أن تلقى الله عز وجل وأنت فاعل لشيء لا يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى مسلمون؟ أي أنا مستسلم خاشع ذليل لله عز وجل، أعمل بطاعته وأوامره وأنتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. إذن أخي الحبيب انتبه معي، موضوع الربا ليس موضوع كثرة أو قلة، يعني بالمئة واحد أو بالمئة نصف أو بالمئة عشرة أو بالمئة سبعين، لا لا، ليست القضية هكذا. الإسلام أراد أن يبعدك عن الدين بشكل عام لكي لا تضطر يعني تدخل في متاهات ربما لا تستطيع السداد، ربما تأخذ هذا القرض ويصيبك حادث أو مكروه فيتم الحجز على بيتك، على يعني هناك مشاكل كثيرة للقروض. فحاول أن تأخذ الحد الأدنى 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 قدر المستطاع، وإذا تركت هذا الأمر لله والله سيعوضك الله خيرا منه. إذا كنت تحتاج العلاج يا أخي، الله هو الشافي. يعني الله عز وجل يقول لك سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين. فتخيل أنك ستلقى الله وأنت عاص لهذا الإله العظيم. لا، تحمل قليلا، وكما قلت لك إلا في حالة الضرورة القصوى تأخذ الحد الأدنى وتحرص على أن تؤديه في أقرب وقت. نريد أن نعمم أيها الأحبة ثقافة رضا الله، أن تلقى الله وهو راض عنك. يعني مثال على ذلك، تأتيني أحيانا أسئلة عن الأغاني وكرة القدم وكذا والتمثيل وأشياء كثيرة جدا. يعني أنا عملت بعض الحلقات وسأقوم بحلقات أخرى، ولكن بشكل عام أي شيء فيه شبهة، إذا أردت أن تعرف هل هو حلال أو حرام، فقط تخيل نفسك وأنت تموت على هذا الحال. هل تحب أن تموت وأنت تستمع إلى الأغاني؟ أن تأتيك ملائكة الله لتتوفاك وأنت تستمع إلى أغاني أو تشاهد مسلسلات أو تلعب على ألعاب مثلا؟ هل تحب ذلك؟ طيب، من منا يعلم لحظة موته؟ لا أحد، لا أحد يعلم متى سيموت أيها الأحبة. قد تموت بعد ثانية، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تخيل دائما لحظة الموت. أنا وجدت هذه التقنية جميلة جدا، ونبينا كان يستخدمها على فكرة. حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يتذكر الموت دائما ويحرص على تذكر الموت. تذكر ما هي الوضعية التي تحب أن تلقى الله بها؟ معظمنا يحب أن يلقى الله وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد. طيب، إذن أكثر من السجود. تحب أن تلقى الله وأنت تساعد الفقراء، إذن ساعد الفقراء أكثر. تحب أن تلقى الله وأنت تستمع لكلام الله عز وجل، إذن أكثر من الاستماع لكلام الله. لا تحب أن تلقى الله وأنت تستمع إلى الأغاني، حاول أن تقلل هذا الموضوع للحد الأدنى، مع اعتقادك بأن هذا أمر لا يرضي الله، لأن الله لا يرضى له. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإذا أيها الأحبة، خلاصة هذا الأمر، الربا ليس له علاقة بالكثرة أو بالقلة، حتى النسبة كانت 1% أو 100%، الربا ربا. أنا بالنسبة لي أنصح بالابتعاد عن هذا الموضوع لعدة أسباب. أولا، استجابة لنداء الله، يا أيها الذين آمنوا
ذروا ما بقي من الربا، اترك ما بقي من الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن استجابة لتحذير الله لكي أتجنب هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا، أريد أن أرضي الله عز وجل، كيف أرضي الله بمعصية الله؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الإسلام يريد أن يجنبك شر الدين، شر الدين. والله لو هذا الشخص كان متسامح يريد أن يعطيك قرضا حسنا وهو متسامح معك، فأهلا وسهلا، هذه 1% لن تزيد ولن تنقص معه. فلماذا هذه 1%؟ يعني لن تزيد شيئا. إذا كان متسامح، يعني أنت استدنت مبلغا من المال، طب لنفرض أن ظروفك لم تساعدك على سداد هذا المبلغ، سيترتب 1% أخرى وواحد بالمئة أخرى، وستجد نفسك مكبلا بهذه الديون. الإسلام أراد أن يجنبك هذا المصير. انظروا، إحدى حكم تحريم الربا أنه أراد أن يجنبك الدخول في متاهات الديون والغرامات وما يترتب عليها من قوانين ومشاكل، يعني أنتم تعلمون هذا أيها الأحبة. شيء ثاني، إذن رضا الله، استجابة لأمر الله، وهروبا من أعباء الدين ومشاكل هذا الدين. والهدف الأهم أيها الأحبة أنني إذا لقيت الله ألقاه بدون شبهة وبدون ارتكاب محرم، وهو راض عني سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان. وأقول استفتي قلبك دائما، انظر الحالة التي تحب أن تموت عليها. هل تحب أن تموت وأنت تشاهد مسلسلات فيها يعني أشياء لا يرضاها الله؟ هل تحب أن تلقى الله، أن يأتيك الموت وأنت غافل عن ذكر الله؟ إذن أكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يتوفانا على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.